الاسباني اللي كان عم يتوج بطل لليورو، وايضا انيستا كافضل لاعب باليورو 2012. اذا الصور راح يكونوا جاهزين راح نشوفهم ايضا، راح نشوف ايضا صور احزان منوعه، احزان اليورو ايضا، وراح نختم الجزء الاول من الحلقه. هون عم نشوف المنتخب الاسباني ايضا، يعني مثل ما شفنا راوي انه الاولاد اللي انتشروا هيك بعد اليورو. شفنا بنته وابنه لتوريس، يعني لافت انه كان عنده بنت مسميها اسم عربي نورا، نورا صحيح، توريس وليو، ليو الصبي صحيح. يعني هذا بفرجيك انه قديش بحببوا هالصغار باللعبه، يعني انه اكيد حتى نزلت الفرق بتعرف انت بنياتها هذه عندنا بيتبعوها بالدوري اللبناني او بالبطولات العربيه، انه لما ينزلوا الفريقين على الملعب ينزلوا هالصغار معهم. يمكن اذا في مشكله بانه يامنوا هال 11 لاعب عليه ينزلوا اربعه ثلاثه خمسه، هو الاولاد اللي بيلموا طابات ينزلوهم، يعني يفرجوا هالصغير انه انت لازم تتعلم تصير نجم مثل هول اللي عمال يلعبوا. هذه كثير فكره حلوه. هلا هذه كمان اول مره يعني بنصير نشوف انه عم ينزلوا اولادهم معهم على الملعب بعد نهايه المباراه بيحتفلوا هن وياهم، شغله يعني حلوه. نعم، يعني عم نشوف هون دموع اليورو 2012 بالوتيلي اللي ايضا كان حزين، ما متقبل يمكن الفضه صحيح. حتى وكيل اعماله قال بمباراه المانيا بده يعمل هاتريك لبالوتيلي، العالم كلها ضحكت، عمل هدفين يمكن ما انصاب شدت اجره، يمكن كان عمل هاتريك بمباراه النهائيه. شو كان وكيل اعماله يعني محل لازم يعمل اربع اجوال، هو ما هو قال بده يعمل اربع. مسعود اوزي قال الصوره يمكن شوي مؤثره صحيح. يعني عشطه كثير كبيره او نزله كثير كبيره. هون مولر ايضا يعني مقابل كل فرحه في حزن. هذه كرة القدم طبعا، وهذه حلاوتها انه انا اشوف هون لقطات بالوتيلي. هذا التعليق شوي مع هول اربع صور اللي راح نشوفهم بالوتيلي بعد هيدي. هون بالوتيلي عم يلعب بلاي ستيشن، يعني بتعرف الفوتوشوب اليوم، وايضا عم يلعب هون بيبي فوت هاي. وهون صورة على طريقة اللبناني عم يلعب دواليب، انتشرت هيدي. نعم، يعني يا ريت عندنا بلبنان عم يقطع طرق هيك. بالوتيلي عم يقطع طرق لعملية، تنحكى كثير عن بالوتيلي. نحن بنعرف انه النشأة تاعت الشخص هي بتأثر على حياته صحيح. اكيد بالوتيلي انسان مثل ما صرنا نعرف انه تربى بعائله ايطاليه، بنته عائله ايطاليه، امه تركته كان عمره 3 سنين، يمكن هذا الشيء عمل له نزعه عدوانيه، بنفس الوقت صارت تاثر على علاقاته مع، بس بنفس الوقت هو عدواني، هو عنده روح مسعى، عنده طاقه كمان بيقدر يعني يستخدمه اي مدرب، ويعرف كيف يطلع منه هذه الطاقه ليستفيد منه. بالوقت المتبقي معنا عن اليورو الجزء الثاني رح نحكي عن كره السله، رح نحكي كاس العرب اليوم في عندنا فينال بين يعني للاسف الاسيويين خرجوا، كان امبارح مباراه بين العراق بالمغرب مع المغرب، اليوم عندنا المغرب رح تلعب مع ليبيا، ثالث رابع رح تلعب السعوديه المستضيفه بالطائف مع العراق. ابدا معك، كيف شفت هيك بلمحه سريعه مشاركتنا لبنان؟ يعني البطوله انا برايي ما انا ناجحه ابدا. ليش؟ اول شيء على صعيد التوقيت ما بوافقني استاذ هاشم، يعني حتى هن اللاعبين المنتخب السعودي بتصريحاته عم تشوفوا، حتى شفنا تصريحات لزيكو ان كان عم يتهم المنتخب السعودي انه هو عم يكون له الافضليه على غير المنتخبات بيرتاح اكثر من ايام، حتى شفنا عده امور. لكن بطوله العرب يعني لو ما في ربح مادي بتصور ما صارت البطوله. نعم، بطوله العرب بس في منتخبات عربيه للاسف، يعني احنا العرب البعض اهم شيء يفشل البطولات، يعني لو بيروح يخسر يمكن من اي منتخب من سريلانكا من غيره، بس لما تقول له في تجمع عربي بيقول لك انا. طب انت ما فيك تعملها بنفس التوقيت، ومنتخبات بعضها عم تحضر لكاس العالم كمان في اليورو. توقيتها كان شوي صعب، لانه مثلا عندك منتخب مصر عم يلعب بالمنتخب الاولمبي، ليه؟ لانه في عنده هذا المنتخب بده يلعب بالاولمبياد، يعني بيقول لك انه انا بفضل انه يلعب بهذا المنتخب وبكسبه بلعبه مباريات. منتخب لبنان لعيبته مثلا، لنحكي عن لبنان انه هذه النتائج منا كارثيه، يعني يمكن اذا بنحكي على الاداء، بس بنحكي على الاداء، الاداء كثير كان منيح. يعني عندك انت ناقص 5 6 لاعبين اساسيين محترفين بماليزيا وب
وفي عندك كمان اصابات كمان. نعم صحيح. بتعرف انت رضا عنتر، محمود العلي، قديش وجودهم كان مؤثر مع منتخب لبنان، وكان لهم الفضل الاكبر مع بقيه اللاعبين طبعا، حتى ما نعطي الحق للكل. غيابهم اثر على المنتخب وكان هذا واضح. فالنتائج منا كانت كارثيه، كانت فرصه لحتى يعني انت انه بنتيجه لبنان اللي حققها نقطه يعني وهدف كان وحيد. ممكن نحقق افضل بس مش كارثه، يعني في ناس اعتبروها كارثه، لا كان ممكن نحقق نتيجه افضل بس بالنسبه للاداء ونسبه للنقص الموجود بقول النتيجه كانت مقبوله. راوي بدها انا عارف وين بدك تشرح، رح نروح لفاصل ومن بعده رح نروح ل لكن بدي اقول بس انه يمكن كان اخطا قبل ما انه قال انه هو رايح يربح بطوله العرب، بس هو بوكير بالقبل قال لهم ما بدي يروح على بطوله العرب، عملوا لي معسكر قالوا له في 200,000 دولار تدفعهم من جيبتك. فلا سبب منتخب لبنان شارك هذا لكل المشاهدين اللي ما بيعرفوا. خلينا مكان بدوله انت قلته. لا اكيد هذه الامور كلها واضحه مثل ما هي، يعني نحن شاركنا بس من اجل 200,000 دولار. خلينا نفتح مع فاصل الكابتن هاشم مكي والكابتن راوي سبا. مشاهدينا الكرام فاصل صغير ومن بعده متابع، خليكم معنا. نعود معكم مشاهدينا الكرام لمتابعة برنامج كل الرياضة مع الضيفين الأستاذ هاشم مكي والأستاذ راوي سابا، وبلشنا نفوت يمكن بالمواضيع الساخنة هلا هي لبنانيا، يمكن بتهم طبعا المتابعين من الجمهور اللبناني على حول المنتخب اللبناني. كنا عم نحكي عن مشاركتنا اليوم بكأس العرب، نحن مثل ما عم يحكي الأستاذ هاشم عم بيقول قدمنا مستوى جيد، هناك من ينادي انه لا بطلنا نتقبل نحن الخساره، صرنا نحن فجاه وهيك نمنا وعينا، صرنا نحن البرازيل او الارجنتين نضرب مثلا او المانيا، بطلنا نتقبل الخساره، صرنا نحن اسياد اسيا مقبعين دراسنا بكاس العالم. برايك هيدي الثقافيه اللي صايره اليوم استاذ راوي عندنا ما عن حق اليوم اللي عم ينتقدوا او حتى الجمهور، يعني اذا بتعمل كومباريزون ام مقارنه حول منتخب السعوديه، عنده فرانك ريكارد مدربه، عنده اموال عم تنحط فوق وتحته، خرج من على ارضه بدون نصف نهائي امام منتخب ليبيا ومنظم حتى منه موجودين بتصفيات كاس العالم الاخيره كمان 100%. يعني ما بعرف ليه هالهجوم الكبير، ما بعرف ليه عم ينحكى هيك، ما بعرف شو الاجواء حتى منتخب العراق جايبين زيكو بس عم يلعب بالمنتخب الثاني، يعني بمليونين دولار بالسنه العراق المنتخب العراقي صحيح. هلا مثل ما قال الزميل هاشم انه انا مقتنع 100% بالاداء، شفنا اداء شفنا حتى ماتش السودان طلعنا اكثر من 3 اهداف محققه، ما في مهاجم يترجم، لعبنا مباراه جيده قدام منتخب مصر، اول مباراه لعبناها جيده قدام منتخب العراق، خطا يمكن من زياد الصمد كلفنا جول. يعني نحن ما كنا، يعني نحن عم نحكي على العرب بالقريب العاجل اخر 6 سنوات ما كنا نقول نحن بنعرف ننقل طابه، يعني ما كان في لعيبه على فئه باس 1 2 يرجع يروح على الجول، فتره العراق استلمنا المنتخب العراقي، يعني النقطه اللي بدنا نوصل لها انه صار في انتقادات كثيره على المدرب الالماني بوكين، برجع بكمل مطرح ما هو وقف انه انا عطشته، لانه هيدي حابب انا اوضحها، لانه الكل كان عم ينتقد انه بوكير عم بيغلط، طيب اوكي هذا الانسان غلط بالنهايه، هو عطشي وغلط بمطرح معين، بس قبل بوكير شو اللي صار؟ مين اللي وصل منتخب لبنان للدور الحاسم لاول مره بتاريخ لبنان؟ البعض بيقول لك الكابتن موسى، ما بعرف شو بدكم البعض، لا بسمي الكابتن موسى قال وقال عنا بمداخله اللي وصل المنتخب الى هون هو اقدام اللاعبين حرفيته. لا ما في اقدام اللاعبين ما بتشتغل لحالها، ياما نحن كان في عندنا اقدام لاعبين ونجوم بعصر ذهبي لكرة القدم اللبنانية ما قدرت توصل لنص هذه المرحلة، معنى شيء يعني احنا بكان وكوركان كان عندنا تاري يورث أكيد احنا ما بنقدر كمان، يعني مدرب ما بيقدر يجي هو يوصل بدون أقدام اللاعبين، اللي هي النجاح بيكون سلسلة متكاملة. طيب رأيك ليش هالانتقاد الكبير للكابتن بوكير؟ شو سببه اليوم هالانتقاد كصحافي كمتابع؟ أنا بلوم بوكير إنه فات بسجالات وبإنتقادات ويرد على الرد، يعني إنه من أنت مدرب محترف المفروض إنك أنت تكون عم تشتغل على الأرض والنتائجك هي اللي بتحكي عنك. غلطه إنه فات بسجالات وفات بردود، هو كان بغنى عنا أكيد بمطرح من المطارح، هو غلط حتى فنيا يعني ايه غلط، ما حدا هي هو مدرب، عم نشوف مدربين كبار بكاس العالم او ببطوله اوروبا شفنا في اخطاء كبيره، ومنهم الاخطاء الخطا الكبير اللي عمله يوكيم لوف قدام ايطاليا، انه عم تلعب انت قدام ايطاليا ومش محترم خصمك، عم فاتح مجال للعب وتارك دفاعك شوارع. نعم هون المدرب ببعض المطارح كان عم بيغلط، بس بنفس الوقت اقدام اللاعبين كانت عم بتغلط، كان في اخطاء شخصيه هون المدرب ما بيقدر يعمل حتى يمكن ما اكلنا جول، فينا نقول
والله هيدا بس العنوان العريض ايش بك كلهم اخطاء ساذجه العنوان العريض للمشاركه اللبنانيه بتصفيات كاس العالم مشاركه